هذا وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهر الجاري، مع استمرار منظومة أمان في طرح كميات إضافية من السلع الغذائية عبر منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة. كما تحرص الوزارة في إطار هذه المبادرة على توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الحضارية والأشد احتياجاً. تستمر وزارة الداخلية بمبادرة كلنا واحد في تقديم الدعم للمواطنين وتخفيف العباء عنهم. فالمرحلة 23 من المبادرة برعاية رئيس الجمهورية تتواصل فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. تشارك في هذه المرحلة من المبادرة 1056 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى وجود ثلاثة شوادر رئيسية تتوفر فيها السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة لإتاحة الفرصة للمواطنين لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. وجميع السلاسل والمنافذ المشاركة موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. احنا الحمد لله قدرنا نوفر في مبادرة كلنا واحد كل السلع الاستراتيجية وكميات كبيرة، زي الرز، زي الزيت، زي السمنة، زي اللحوم، زي الألبان، كل السلع الاستراتيجية اللي المواطن مش هيلاقيها هيلاقيها في مبادرة كلنا واحد وكميات كبيرة وبتخفيضات تصل ل 60%. انا عايز المواطن يكون مطمن ان كل المنتجات اللي يحتاجها موجودة من اصناف استراتيجية زي السكر، زي الرز، زي المكرونة، زي الزيت، متوفرة بشكل كامل وبشكل دائم. كل حاجة متوفرة والأسعار كويسة جدا وفي انضباط جدا جدا في الأسعار غير الدنيا بره خالص. كل حاجة متوفرة، السكر والزيت والرز متوفر بكميات كويسة. سكر وزيت ورز وكل حاجة موجودة والله في أسعار متناول إيدينا. الرز أرخص من بره كتير، والحاجة اللي موجودة هنا حاجات مضمونة وحاجات نظيفة وأحسن رز وأحسن حاجة موجودة. نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة دي، وفعلا فعلا بنوفر فيها. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. وتشارك في المبادرة منظومة أمان بأفرعها الثابتة والمتحركة التي تصل إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تتوفر فيها سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى. وقد حرصت المنظومة على طرح كميات إضافية من السلع المتنوعة عبر منافذها المتحركة التي تم توجيهها إلى الشوارع والميادين المختلفة لبيعها للمواطنين بتخفيضات كبيرة، وهو ما تم الإشادة به. أنا الحاجة رخيصة وحلوة والحمد لله، والأسعار مية مية تمام التمام. لا يا المبادرة الله ينور عليكم، والأسعار مهاوزة وعلى قد وعلى قد المواطن اللي هو زي حالاتنا الغلبان. واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. تتطلع وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد نحو تقديم مزيد من الدعم والمساندة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم في ظل المتغيرات التي تؤثر على أسعار السلع، وكأحد إسهامات الوزارة المجتمعية لتحقيق التكافل والترابط مع المواطنين. دايما هنا شرطة وشعب.